المجد لك يا مظهر النور، المجد لله في العلا، وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. نسبحك نباركك نسجد لك نمجدك، نشكرك لأجل عظيم مجدك. أيها الرب الملك الإله السماوي الآب القدير، أيها الرب الابن الوحيد يسوع المسيح، ويا أيها الروح القدوس، أيها الرب الإله يا حمال الله يا ابن الآب الرافع خطيئة العالم ارحمنا، يا رافع خطايا العالم تقبل تضرعنا أيها الجالس عن يمين الآب وارحمنا، لأنك أنت وحدك قدوس، أنت وحدك الرب يسوع المسيح لمجد الله الآب آمين. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الأبد وإلى أبد الأبد. أهلنا يا رب أن نحفظ في هذا اليوم بلا خطيئة، مبارك أنت يا رب إله أبائنا، ومسبح وممجد اسمك إلى الدهور آمين. لتكن يا رب رحمتك علينا بحسب اتكالنا عليك، مبارك أنت يا رب علمني رسومك، مبارك أنت يا رب علمني رسومك، مبارك أنت يا رب علمني رسومك. يا رب ملجأ كنت لنا جيلا فجيلا، أنا قلت يا رب ارحمني واشفي نفسي لأنني قد خطيت إليك، يا رب إليك لجأت علمني أن أعمل مشيئتك لأنك أنت إلهي، لأن عندك ينبوع الحياة وبنورك نعاين النور. أبسط رحمتك للذين يعرفونك،
قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا مجد للآب والابن والروح القدوس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين قدوس الذي لا يموت ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا أيها الملك السماء والمعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الصالحات وواهب الحياة هلما واسكن فينا وطهرنا من كل دنس وخلص أيها الصالح نفوسنا المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة يا رب افتح شفتي فيذيع فمي تسبيحك مباركة هي مملكة الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين آمين إلى الرب نطلب كيريا إيسون السلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب كيريا إيسون يا سلام العالم يجمع وتباتي كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب كيريا إيسون متأخرين إليه بإيمان وورع ومخافة الله إلى الرب نطلب كيريا إيسون كانتنا جوزيف الموقر وكانت المكرمين وشمامسة الخدام بالمسيح وجميع الإكليروس والشعب إلى الرب نطلب كيريا إيسون لأشركاء من مساعديهم وجنودهم ولأجل مؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب كيريا إيسون مدينة وقرية والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب كيريا إيسون وفرة إلى للأرض وأزمنة سلامية إلى الرب نطلب كيريا إيسون وبرا وجوا والمرضى والمتعبين والأسرى ولأجل خلاصهم إلى الرب نطلب كيريا إيسون
وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. كيريا لايسو، كيريا لايسو، الطاهرة الفائقة البركات المجيدة، والدة الإله الدائمة البتولية مريم وجميع القديسين، ندعي المسيح الإله دواتنا بعضنا بعضا وحياتنا كلها. لك يا رب لا يدرك مجده ولا تقاس رحمته ولا يفي وصف محبته للبشر. أنت أيها السيد اطلع بتحننك علينا وعلى هذا البيت المقدس، واجعل مراحمك ورأفتك غزيرة علينا وعلى المصلين معنا، لأنه لك ينبغي كل مجد وإكرام وسجود، أيها الآب والابن والقدس، أنا وكل أوان وإلى دهر الدائرين. آمين. بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا، بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. المجد للآب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. يا كلمة الله لابن الوحيد الذي لا يموت، لقد رضيت من أجل خلاصنا أن تتجسد من والدة الإله القديسة مريم الدائمة البتولية، فتأنست بغير استحالة وصلبت أيها المسيح الإله، وبالموت وطئت الموت، أنت أحد الثالوث القدوس الممجد مع الآب والروح القدوس. خلصنا. من قام من بين الأموات، نحن المرنمين لك هاليلويا. تفرح السماويات ولتبتهج الأرضيات، لأن الرب صنع عزا بساعده ووطئ الموت بالموت وصار بكرى الأموات، وأنقذنا من جوف الجحيم ومنح
العالم عظيم الرحمة. إن الملائكة في الجسد ركن الأنبياء والسابق الثاني لمجيء المسيح إلي المجيد بإرساله نام من العلا على أليشا يقصي الأمراض ويطهر البرج ويفيد الأشفياء على مكرميه. يا نصيرة المسيحيين التي لا تخزى ووسيطتهم الدائمة لدى الخالق عن أصوات الخطأات طالبين إليك بل بما أنك صالحة بادري إلى معونتنا صارين إليك بما هلومي إلى الشفاعة وأسري إلى الابتهال خالدة الإله المحامية دائما عن مكرميك. لك يا قدوسنا أنت يا إلهنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس أنا وكل أوان وإلى دهر الدائرين آمين. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي المجد للآب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. قدوس الذي لا يموت رحمنا آيجيوس أوثيوس Αγίος Ισκύρος Αγίος Αθάνατος Ηλέησον ημάς يا جميع الأمم صفقوا بالأيادي هللوا لله بصوت الابتهاج الحكمة فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل غلاطيا النصري يا إخوة أعلمكم أن الإنجيل الذي بشر به على يدي ليس بحسب الإنسان لأني لم أتسلمه ولا أتعلمته من إنسان بل بوحي يسوع المسيح إذ قد سمعتم في سيرتي قديما
في ملة اليهود، كيف كنت أضطهد كنيسة الله إلى الغاية وأدمرها وأزيد إقبالاً في ملة اليهود على كثيرين من أترابي في أمتي بكوني أفوقهم غيرة على تقليدات أبائي. فلما ارتضى الله الذي فرزني من جوف أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم، لساعتي لم أصغي إلى اللحم والدم ولا صعدت إلى أورشليم إلى الذين هم رسل قبلي، بل سرت إلى ديار العرب ثم رجعت إلى دمشق. وبعد 3 سنوات صعدت إلى أورشليم لأزور بطرس، فأقمت عنده 15 يوما. ولم أرى غيره من الرسل سوى يعقوب أخي الراس. سلام لك أيها المرنم. هللويا لروحك. صارة القديس لوقا الإنجيلي يلبشي. المجد لك يا رب المجد لك. فلنصغي. في ذلك الزمان كان إنسان غني يلبس الأرجوان والبزة ويتنعم كل يوم تنعما فاخرا، وكان مسكين اسمه لعازر مطروحا عند بابه مصابا بالقروح، وكان يشتهي أن يشبع من الفتاة الذي يسقط من مائدة الغني، بل كانت الكلاب أيضا تأتي وتلحساق روحه. ثم مات المسكين فنقلته الملائكة إلى حضن إبراهيم، ومات الغني أيضا ودفن، فرفع عينيه وهو في الجحيم في العذابات، فرأى إبراهيم من بعيد ولعازر في أحضانه، فنادى قائلا: يا أبت إبراهيم ارحمني وارسل لعازر ليغمس في الماء طرف إصبع ويبرد لساني لأني مؤذب في هذا اللهيب. فقال إبراهيم: تذكر يا ابني أنك نلت خيراتك في حياتك ولعازر كذلك بلايا، والآن فهو يتعزى وأنت تتعزى، وفوق هذا كله فبيننا وبينكم قوة عظيمة قد أثبتت، حتى إن الذين يريدون أن يجتازوا من هنا إليكم لا يستطيعون، ولا الذين هناك أن يعبروا إلينا. فقال: أسألك إذن يا أبتي أن ترسله إلى بيت أبي، فإن لي 5 إخوة حتى يشهدوا لهم لكي لا يأتهم أيضا إلى موضع العذاب هذا. قال له إبراهيم: إن عندهم موسى
والأنبياء فليسمعوا منهم. قال لأبت إبراهيم: بل إذا مضى إليهم واحدا من الأموات يتوبون. فقال له: إن لم يسمعوا من موسى والأنبياء فإنهم ولا إن قام واحد من الأموات يقتنعون حقا. المجد لك يا رب المجد لا. بسم الآب والابن والروح القدس لإله الواحد أمين. يسعد مساكم جميعا. لأول مرة بعد الإنجيل بدي أوقف مكان العظة، مش راح أوعظ ولكن راح أقرأ المرسوم الأسقفي اللي وصلنا. نحن جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بترا وفلادلفيا وشرقي الأردن للروم الملكيين الكاثوليك وبسلطاننا الأسقفي المألوف وعملا بالمادة 284 البند الأول من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية وعملا بالشرع الخاص لكنيستنا، قررنا تعيين الإرشمندريت الأب خالد شعبان كاهنا لرعية القديس إيليا مرج الحمام. زكفي معليش. وتوليته كافة الصلاحيات وذلك لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد. وإننا إذ نستمطر بركة الثالوث الأقدس على الرعية نشكر الأب محمد جورج شرايحة الكاهن السابق ونسأل التوفيق والنجاح للكاهن الجديد صدر عن ديواننا الأسقفي كير جوزيف جبارة رئيس أساقفة بترا وفلادلفيا وشرقي الأردن للروم الملكيين الكاثوليك. نرحب بأبونا خالد و... تفضل أبونا. طبعا عشان لا نطيل عليكم والقداس يطول، أنا كتبت رسالة شكر للجميع ووزعتها على وسائل التواصل الاجتماعي، فبتمنى تكون وصلت للجميع ويعطيكم العافية. تفضل أبونا. أول شيء بدي أشكر أبونا جورج على ترحابه بي وبكم. أول شيء أنا أبونا جورج من الخوارنة يعني المطيعين، لأنه بصراحة هو اللي فتح لي المجال حتى أجي هنا، كانت مسكر الطرق في وجهي، بس ولكن سمع كلمة الطاعة وسمع وكمان لبى كلام سيدنا وطلب أنه ينتقل من هذه الرعية حتى يصير هناك تمازج بالكهنة في منطقة لمن منطقة، ويصير هيك الخوري بيخدم مناطق ومناطق مناطق، يعني اللي بيخدم بالكرك وبيخدم بالزرقة وبالأشرفية وعدة محلات. احنا خدام للمسيح، يعني احنا جنود، يعني والجندي بده ينتقل من منطقة لمنطقة، يعني مش محصور الرعية مش محصورة بكاهن واحد او بشخص واحد. احنا خدام، لما ارتسمنا على مذابح أبرشية الأردن من كم سنة، بس لعمان أو ضواحي عمان ارتسمنا حتى نخدم بالقرى بالمدن بالأرياف كل محل وين في تقتضي الخدمة احنا لازم نكون جنود. فأبونا جورج كان يعني أول المتشجعين انه يمشي النظام عليه، لأنه في كثير الناس صعب يمشي النظام عليه، ولكن هو أول واحد طاع وقبل أنه ينتقل من الرعية، بالرغم من هالرعية عزيزة عليه، ولكن يعني إحنا متأسف يعني أخذت محلك يعني، بس أنا بدي أخذ محل حدا ثاني. طيب أوكي، بس أنه إحنا بنتمنى له التوفيق والنجاح، وأنا بدي أنا كمان أشتغل معكم، يعني بدونكم أنا ما بشتغل، بقدرش، لأنه هدفي الأول والأخير أني أتعاون معه، والأمور إن شاء الله راح تكون منيحة. أهم إشي إحنا نعرف بعضنا البعض وإن نحب بعضنا البعض، ما يكونش في غيرة، إحنا كلياتنا بنتنافس على الخير أكثر، يعني اللي بيقدم واللي عنده مواهب واللي عنده إمكانيات يساعد بالكنيسة ويساعد، لأنه كلياتنا بدنا نبني بعضنا البعض، بدنا نساعد بعضنا البعض حتى نعمل تناسق بين بعضنا البعض.
شريك الكتاب المقدس سفر الأعمال بيقول كانوا مجتمعين مواظبين على الصلاة وكان في روح المحبة موجودة بيناتهم. فأحنا أنا ما بديش أطول عليكم كثير، ولكن بدي أحكي لكم أنه أنا حابة أتعرف عليكم. أولاً أنه في عنا ورقة دفتر برا نكتب كل واحد اسمه، رقم تلفونه، شايفين كيف؟ تاريخ ميلاده، مش بالتاريخ، لا مش السنة، لا مشان يعرف السنة، حطي مثلاً 26/3 أو 24/3 البت دون السنة، حتى أجي أحكي لكم والله ألو فلان كل عام وانتم بخير، الله يطول عمرك، بدنا نشوف بعض البعض على القليلة. أنا بشوفكوش لازم، أو ما قدرتش أشوفكم بعيدكم، بقولكم مثلاً إذا كان في عيد زواجك فنقدر نتلفلكم ونيجي عليكم هيك زيارة إذا مش قادرين اليوم بكرة أو بعد بكرة. فهذه القضية هيك بصير امتزاج بين بعضنا البعض، بعدين خلي الأمور متساوية بين بعضنا البعض، نكون يعني نشتغل مع بعضنا البعض. الأمور المادية لا نفكر بيها كثير، نفكر بالأمور الروحية كيف نبني بعضنا ونبني حياتنا، هذا هو هدفنا يعني. وكل مناية أنه بتمنى التوفيق لأبونا، هو يعني لأنه في مرحلة كمان انتقالية زي ما كنت أنا مرحلة انتقالية، وكمان راح يكون مرحلة انتقالية إلى أن يجي يأخذ رعية كبيرة. فهدفنا الأول والأخير تمجيد الله، وأنا بطلب من الكل أن نصلي اليوم كلنا لأبونا جورج، نطلب له التوفيق والنجاح في حياته، ونصلوا لي كمان لأنه بدي أنا موجه على صراع جديد يعني حياة جديدة، طيب بداية حياة جديدة كل واحد، وإن شاء الله بنتوفق مع بعض نشتغل مع بعض. شكرا لكم جميعا. حتى إذا كنا مصونين بعزتك كل حين نرفع إليك المجد أيها الآب والابن والروح القدس أنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. أيها الممثلون رحمة عايد جري سليمان نجمة فضية عفيفة
عبيد الله المرحومون عواد زيدين حن اعتدال عادل عايد زياد فليذكرهم الرب الإله في ملكوت السماء وكل حين أنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. استي كيريا سوثيوس أنتي واسلي أفتو باندو تنين كيائين كيستو سيوناس τον αιώνων. آمين. جميع أبناء هذه الرعية الحاضرين والغائبين وجميع أمواتنا والذين طلبوا الصلاة بأن نصلي لأجلهم فليذكرهم الرب الإله في ملكوت السماوي كل حين الآن وكل وان وإلى داهرين آمين. فليذكر الرب الإله في ملكوت السماوي كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين. به طغمات الملائكية على حال غير منظور. هللويا هللويا هللويا. قلبتنا إلى الرب كيريا لايسون. قلبتنا المقدمة إلى الرب نطلب كيريا لايسون. الذي أنت مبارك معه ومع روحك القدوس الصالح والمحيي لنا وكل اوان والى دهر الداهرين امين. ولروحك بعضا لكي نعترف بنيه واحده بالاب والابن والروح القدوس الثالوث الواحد في الجوهر وغير المنفصل. نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاط البنطي وتألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن
الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. نقف حسنان ونقف بتأيب، فالنصر لنقدم بسلام القربان المقدس. رحمة سلام ذبيحة تسبيح، يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس فلتكن مع جميعكم. ومع روحك إلى العلا، ها هي عند الرب واجب وحق. أن نسبحك ونباركك ونشيد لك ونشكرك، نسجد لك في كل مواضع سيادتك، إنك أنت الإله الذي لا يفي به وصف ولا يحده عقل ولا يرى ولا يدرك الدائم الوجود والكان. هو هو أنت وابنك الوحيد روحك القدوس، أنت أخرجتنا من عدم إلى الوجود، وبعد أن سقطنا عدت فقمتنا، وما زلت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وانعمت علينا بملكك الآتي. نجد هذه كلها نشكرك، نشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس، كما نشكر لك كل ما نلنا من إحساناتك المعروفة والمجهولة الظاهرة والخفية. نشكر لك أيضا هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا، مع أن ألوفا من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك، الشيروبيم والسرافيم ذوي الأجنحة الستة والعيون كثيرة محلقين وطائرين، مرنمين بنشيد الظفر هاتفين وصارخين وقائلين: قدوس 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 رب صباوت السماء والأرض مملوءتان من مجدك. هوشانا في الأعلي، مبارك الآتي باسم الرب. هوشانا في الأعلي. أسلم ذاته لأجل حياة العالم، أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين اللتين لا عيب فيهما، شكر وبارك وقدس وكسر وعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلا: خذوا فكلوا، هذا هو جسدي الذي يكسر لأجلكم لمغفرة الخطايا. آمين. وكذلك الكأس بعد العشاء قائلا: اشربوا من هذا كلكم، هذا هو دمي للعهد الجديد الذي يراق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. آمين.
هو لك نقربه لك عن كل شيء ومن أجل كل شيء. إياك نسبح، إياك نبارك، لك نشكر يا رب، وإليك نطلب يا إلهنا. أقرب لك أيضا هذه العبادة الروحية غير الدموية، ونبتهل ونطلب ونتضرع، فأرسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الحاضرة، واجعل هذا الخبز جسد مسيحك الكريم. آمين. وما في هذه الكأس دم مسيحك الكريم. آمين. محولا إياهما بروحك القدوس. آمين. 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 Seretos tis panagia sacrando e per blogmensandotsu des finissimo teotoku kai partenu Maria. Inna huwa jibon haqqan annu ghabitakia walidat al ilahi daimat al ghibta والمنزهة عن كل عيب وأم إلهنا، يا من هي أكرم من الشيروبيم وأمجد بلا قياس من السرافيم، يا من ولدت الله الكليمة ولبثت باتولا، إنك حقا والدة الإله، إياك نعظم. ولنا بأنا فرانسيس بابا روما الطباوي، وبأنا وبطريركنا يوسف المغبوط، وبأنا رئيس كهنتنا جوزف الموقر، أنا معنا كنائسك المقدسة أن يكونوا في سلام أصحاء مكرمين معافي مديد الأيام مفصلين بأحكام كلمة حقك. قدسهم في خدمتهم واحفظ جميع المؤمنين، وأعطنا أن نمجد ونسبح بفم واحد وقلب واحد اسمك الجدير بكل كرامة والعظيم الجلال، أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الدهرين. آمين. رحم إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم ومع روحك. والآن أيها الأخوة نصلي الصلاة الربية لأجل راحة نفوس موتانا، ونتذكر في هذه الأيام خصوصا جميع الذين رقدوا على رجاء القيام. نصلي ونقول: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير،
لأن لك الملك القدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس أنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. السلام لجميعكم ولروحك سكم للرب لك يا الوحيد ورفته ومحبته للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك القدوس الصالح والمحيي الآن كل أوان وإلى دهر الدهرين آمين. اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني روس من الأقداس للقديسين قدوس واحد رب واحد يا يسوع المسيح لمجد الله الآب آمين. أنا أؤمن يا رب وأعترف أنك أنت حقا المسيح ابن الله الحي الذي أتى إلى العالم ليخلص الخطأ الذين أولهم أنا، وأؤمن أيضا أن هذا هو جسدك الطاهر ودمك الكريم، فأطلب إذن إليك أن ارحمني وتجاوز عما زللت به عمدا أو سهوا بالقول أو بالفعل عن معرفة أو عن جهل، وأهلني لنا تناول بلا دينونة أسرارك الطاهرة لغفران الخطايا وللحياة الأبدية آمين. بخافة الله وإيمان ومحبة تقدموا آمين آمين. مبارك الآتي باسم الرب الرب هو الله وقد ظهر لنا في عشائك السري يا ابن الله يا أني لا أقول سرك لأعدائك ولا أعطيك قبلة هاشة مثل يهوذا لكني كلل أعترف لك صارخا اذكرني يا رب اذكرني يا قدوس
اذكرني يا إلهي إذا أتيت في ملكوتك. احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. هاليلويا. ليقل خائف الرب جميعا إنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. هاليلويا. من وسط الضيق دعوت الرب فاستجاب لي ورحب بي، لأن إلى الأبد رحمته. هاليلويا. الاتكال على الرب خير من الاتكال على الإنسان، لأن إلى الأبد رحمته. هاليلويا. الاعتماد على الرب خير من الاعتماد على الرؤساء، لأن إلى الأبد رحمته. هاليلويا. الرب قوتي وتسبيحتي، هو الذي خلصني، لأن إلى الأبد رحمته. هاليلويا. يمين الرب رفعتني، يمين الرب قد أبدت عزتها، لأن إلى الأبد رحمته. هاليلويا. أدبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني، لأن إلى الأبد رحمته. هاليلويا. افتحوا لي أبواب البر فأدخلها وأحمد الرب، لأن إلى الأبد رحمته. هاليلويا. احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. هاليلويا. خلص يا رب شعبك
وبارك على ميراثك. لقد نظرنا النور الحقيقي وأخذنا الروح السماوي ووجدنا الإيمان الحق، فلنسجد للثالوث غير المنفصل لأنه خلصنا. لوان وإلى دهر الداهرين. آمين. وإلى الذي يشترك في أسرار المسيح الإلهية المقدسة الخالدة السماوية المحيا الرهيبة نشكر الرب شكرا لائقا. يا رب ارحم. نشكرك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا لأنك هلتنا في اليوم الحاضر أيضا لأسرارك السماوية الخالدة. قوم طرقنا، ثبتنا جميعا في مخافتك، صن حياتنا وطد خطواتنا بصلوات وتطرعات والدة الإله المجيدة مريم الدائمة البتولية وجميع قديسي، لأنك أنت تقديسنا وإليك نرفع المجد والأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهرين. آمين. بسم الرب. يا رب رحام. يا مبارك مباركيك يا رب ومقدس المتوكلين عليك، خلص شعبك، بارك ميراثك، احفظ جمال كنيستك، قدس المحبين، بهاء بيتك، أن تعوضهم عن ذلك مجدا بقدرتك الإلهية، ولا تهمنا نحن المتوكلين عليك. هب السلام لعالمك، لكنائسك، للكهنة، لحكامنا، للجنود ولكل شعبك، لأن كل عطية صالحة، كل موهبة كاملة هي من العلاء منحدرة من لدنك يا أبا الأنوار. وإليك نرفع المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر. إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. بركة الرب ورحمته سأتياني عليكم كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. بداية أرحب بالحضور الكريم، ثم أوجه كلامي للأب الغالي جورج شرايحة الذي عشنا معه سنوات طويلة مليئة بالمحبة والعطاء لأفراد رعيته، فقد كان الداعم الأول لتأسيس كشافتنا، فقد دعمنا بشتى الوسائل المتاحة المعنوية ولا سيما المادية حتى وصلنا إلى ما نحن عليه الآن، لذا يجب ألا ننسى فضله علينا. بالإضافة إلى ذلك، نحن نكن له كل احترام وتقدير لما لمسناه من طيبة أصل وتواضع غير محدودين، فقد كان الأب والأخ والصديق والمعلم والموجه لنا. لهذا نقول لك يا أبونا، أنت ستبقى في الذاكرة والوجدان، وبصماتك موجودة في كل زاوية من زوايا الكنيسة. نتمنى لك الخير والسعادة في مكانك الجديد، أدامك الله
وأريد أن أستغل هذه الفرصة لأرحب بالأب خالد شعبان وأقول له باسم كشافتنا أننا سنتعاون معك من صغيرنا وحتى الكبير، وأنت بين أهلك وعشيرتك، فأهلا وسهلا بك. بالنهاية أطلب من القائد العام لمجموعة كشافة مرشدات مطرانية الروم الكاثوليك مرج الحمام وناعور القائد جوليا قندلفت بالتقدم لتسليم أبونا جورج درع من مجموعتنا الكشفية، ويتقدم مساعد القائد العام القائد وائل الزرقات بتقديم باقة من الزهور للأب خالد شعبان ترحيبا به وشكرا. الله يعطيكم العافية.